شعت ولا الشمس تحكيها ولا القمر زهرأ من نورها، الأنوار تزدهر. من كلمة أم أبيها اسم وجداني، إنه هي احتوت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أصبحت إلى أم وبنت وأخت. الزهراء سلام الله عليها قدوة حية عند هؤلاء النساء كنموذج، كأنما تحيا اليوم معهم أو هم قريبين من حياتها سلام الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدنا الكرام، تجمعنا اليوم مناسبة عطرة، ألا وهي ولادة الكوكب الدري والكوثر الفياض التي تزهر لأهل السماء كما تزهر النجوم لأهل الأرض، والتي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. نعم مشاهدي الكرام، يذكرها المؤمن حينما يذكر الطهر والفضيلة والنزاهة، وتذكرها الزوجة الصالحة حينما تذكر حياتها مع أمير المؤمنين عليهم السلام، وتذكرها الأم حينما تذكرها ما قدمته للأمة من أمة أبرار معصومين. تلك هي فاطمة الزهراء عليها السلام. ستكون على وميض بسيط من حياتها الوضاء، فأهلا ومرحبا بكم. نهنئ عالم الإسلام بولادة فاطمة الزهراء عليه السلام ومراجعنا العظام. أنا جيت اليوم على ولادة فاطمة الزهراء عليه السلام من موصل لكي أحيي ذكرى المناسبة فاطمة الزهراء عليه السلام، وأن يمن على الشعب العراقي جميعا والأمن والأمان. مبارك للعالم الإسلامي وللأمة الإسلامية جمعاء ولمراجعنا العظام ذكرى ولادة مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، هذه السيدة الجليلة المضحية من أجل الإسلام والمسلمين. وهذه الولادة واقعا ولادة تذكرنا بأيام لطيفة وجميلة جدا واقعا، ونشكر الله سبحانه وتعالى نحن نعيش هذه الأيام المباركة. نهنئ الأمة الإسلامية ونهنئ بعضنا البعض ونهنئ مراجعنا العظام على رأسها سماحة السيد علي حسين الثاني بولادة سيدتنا مولاتنا سيدة نساء العالمين الزهراء بنت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا المناسبة العظيمة على قلوبنا جميعا السعيدة على قلوبنا جميعا، نهنئهم جميعا إن شاء الله، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى بحقها، بحق الزهراء وأم البني وبحق أهل البيت إن شاء الله، أن يمنوا على العراق والعراقيين بالأمن والسلام إن شاء الله. نهني الأمة الإسلامية بولادة سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله وأم الحسن وأم الحسين صلوات الله عليها في هذه الليلة، ليلة الجمعة، وفي هذا الشهر الكريم. ونبارك لكم جميعا ولكادركم الطيب. هذا اليوم هو يوم مبارك، يعني الأمة الإسلامية ولا شيعة أمير المؤمنين ولا أتباع أمير المؤمنين وأتباع فاطمة الزهراء عليه السلام، يوم مبارك وعيد سعيد. هذه الولادة المباركة حلت على أمة محمد، فنسأل من الله بحق لا إله إلا الله وبحق ولادة فاطمة الزهراء أن يمن على العراق وبلاد المسلمين بالخير والسدد بحق محمد وآل محمد، ويزيح هاي الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآل محمد، ويحفظ مراجعنا العظام ويحفظ عتباتنا المقدسة. شعت ولا الشمس تحكيها ولا القمر زهرأ من نورها، الأنوار تزدهر. ولادة الزهراء سلام الله عليها إضاءة في حياة الأمة. يسرني في هذه اللحظات أن أرحب بضيفتي في قاعة السلطانة الدكتورة الفاضلة إساء العصبة، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. وأيضا أرحب بالدكتورة مريم الياسري، أهلا ومرحبا بكم دكتورة. حياكم الله عزيزتي العلوية وأهلا ومرحبا بكم. طبعا نبارك لكم هذه الولادة العطرة، ولادة السيدة الزهراء، وأكيد هناك لكم كلمة للمشاهدين الكرام. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هنيئا لمحبي فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وأسأل الله بحقها وبحق محمد المصطفى وبحق علي المرتضى وبحق الحسن والحسين
أن يدخل السرور على قلوب كل محبيها. أنتم اللهم صل على محمد وآل محمد. نبدأ بالدكتورة أسراء العاصم، طبعا هي دكتورة في علم التنمية البشرية، وحديثنا اليوم ما هي التنمية البشرية وعلاقتها بالسيدة الزهراء؟ عليه الصلاة والسلام. التنمية البشرية هي بالحقيقة تنمية مهارات الإنسان، تنمية قدرات الإنسان، فمن اسمها كلمة تنمية. أما علاقتها بفاطمة الزهراء، لو نلاحظ اسم فاطمة الزهراء كل أسماءها تتجسد في أنها إنسانة تحوي احتواء كامل على التنمية البشرية. وصميم اسم أم وأبيها، من كلمة أم وأبيها، اسم وجداني، أنه هي احتوت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أصبحت إلى أم وبنت وأخت، وهي كانت طبق لمواصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتنمية البشرية أساسا إحنا نستمدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي طبق الأصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنتم دكتورة. حديثي مع دكتورة مريم. إذن هل تلبي السيدة الزهراء سلام الله عليها احتياجات وتوجهات الفئة الشبابية اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة نحن نحتاج إلى إحياء ذكر الزهراء سلام الله عليها كنموذج حي في حياتنا اليومية. طبعا لا نستطيع أكيد نجد أنفسنا صغارا عندما نريد أن نتحدث عن السيدة الزهراء سلام الله عليها، كونها كما تفضلت الدكتورة طبقا ومصداقا حقيقيا للقرآن الكريم ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كيف لنا أن نجيز هذا التأريخ والحضارة القرآنية والربانية بدقائق موجزة؟ ولكن علينا أن نسلط الضوء على ومضات تحيي حياتنا بأن مذجت الزهراء سلام الله عليه بأن تكون نموذج حي في حياتنا اليومية. لكن هل تلبي السيدة الزهراء احتياجاتنا اليوم كفئة شبابية؟ لدي الكثير من الرغبات، الكثير من المتطلبات، الكثير من الاحتياجات النفسية والمجتمعية والأفكار. اليوم لو نلاحظ كيف عمل الطرف الآخر على صنع نموذج مغاير لما معروف عند الخط المستقيم، كما فعل الطرف المقابل عندما صنع نموذج يشغل الفتاة الشرقية أو المسلمة أساسا بأن تكون منشغلة ومتوجهة توجه تام إلى تمثيل وتقليد هذا النموذج. علينا أن نعمل جاهدين على إحياء الزهراء سلام الله عليها بأن تكون نموذج مقبول وملبي لرغبات كشابة. هل الزهراء كانت متعسفة مثلا أو متعجرفة أو تنطق مثلا مصطلحات قاسية أو صعبة؟ لم يكن لها أسلوب معتدل، لم تكن مثلا تقوم بواجباتها الإلهية أو الأسرية، لم تكن تحب أمير المؤمنين، كانت مخلة بتربية أبنائها؟ حاشا لمقام الزهراء أن تكون بكل هذه الأمور. ولكن عندما نتابع حياتها وعلاقتها بأمير المؤمنين سلام الله عليه وعلاقتها بأبنائها، نجد أن هي نموذج أمثل يحتاج جميع الجنس البشري تطبيقه، ليس فقط على النساء. الإبنة كيف تتعامل على نهج الزهراء؟ نعم، في الحقيقة لو ضيعنا القدوة اليوم النموذج، نرى المجتمع مترهل مثلا أو غير مستقيم على منهج ثابت يقوي العزيمة ويوحد الجهود ونقول تستقيم به الحياة. الزهراء سلام الله عليها قدوة حية عند هؤلاء النساء كنموذج، كأنما تحيا اليوم معهم أو هم قريبين من حياتها سلام الله عليها. عندما تصبر الابن على فقدان والدها مثلا، عندما يستشهد، المرأة هنا أخذت دور تكميلي لا شعوري، ولكن يحتاج إلى بعض التوعية لتكون بقدر هذه المسؤولية. وباعتقادنا أحسنتم، باعتقادنا جميعا أن الله لا يختار للشهادة أيا كان أو من بشكل عشوائي أو غير، إذا ولا يختار ليمتحن وصبر وإيمان هذه المرأة لتتحمل تكملة الحياة وتتم بأن تكون هي زوجة وتكون هي والد بنفس الوقت وتكون حامية ومربية وعليها مسؤوليات جمة، توفير المعيشة وتوفير توفير مستلزمات التربية من حسن التعامل وكيفية تنشئتهم على إدراك الحياة بشكل صحيح. هؤلاء النساء لو لم يسمعن عن الزهراء سلام الله عليه لما يكون هنالك لديهن رغبة في استمرار الحياة. إذن على عاتقنا يعني مهمة عظيمة وكبيرة، خاصة مثلا كمدربة تنمية بشرية، كدكتورة ومحاضرات، كمثقفين في المجتمع، إعلام، أن نوجه
رسالة الزهراء سلام الله عليها للمجتمع، كيف كانت الزهراء وكيف نجعل هي القدوة، كما يعني الطرف الآخر جعل هناك قدوة لفتياتنا في هذه الأيام. نعم، كيف يعني توجهون حقيقة هذا الأمر؟ احنا دائما نذكر اهل البيت وفاطمه الزهراء، تابنا حزن ودموع واسى، صح هي عاشت معاناتها لكن كانت فاطمه الزهراء متفائله. حتى من خبرها ابوها بوفاتها من بعدها هو بسته اشهر ابتسمت، يعني كان كل شيء تحول الى تفاؤل. فدائما نحاول ان نجعل من الامور اللي احنا نواجهها، الصعوبات، العراقيل، الاسباب اللي المزعجه، نحاول ان نخلق من عندها امر نستفاد من عنده ونتفائل به. نتفائل وكذلك بوجود الله سبحانه وتعالى انه يسدد الامر من ربنا من خلال صبرنا، من خلال مثلا ناتي الى اجواء الولاده مثلا في مثل هكذا ليله بيت خديجه اضاء بنور الزهراء بعد ان ابينا جميع القوابل في يعني من قريش ان يأتينا ويقابلنا خديجة. لماذا تزوجتي هذا الشاب الفقير بعد ما كنت سيدة بالوقت اللي فاطمة الزهراء من إجتي بزمن الجاهلية، يعني بزمن وأد البنات، فأنطى للزهراء نور وأنطاها بهجة وأصبحت هي يعني من بعد رسالة رسول الله هي يعني حتى يحسون أنه في هذا الزمن اللي يودون به البنات أن هي إجتي نور أو تفائل به. نعم. فإذا أي شيء أنا اللي أبدأ أقول أنه بحياتنا إحنا اللي يجي من رب العالمين أنه اقتدي بفاطمة الزهراء أنه نتفائل به، بأنه بما أنه هي وجودها بحياتنا هي تفاؤل وبشرى وغيرت نظام الكون بذاك الزمان المرضية، يعني هذه الصفة بالضبط يعني الألقاب التي تلقب بها الزهراء جعلتها راضية بقضاء الله وقدره، هذا الشيء لذلك كانت متفائلة بالضبط. فمو دائما نذكر الحزن والأسف، القناعة قناعة طبعا قناعة الرضا بقضاء الله وما يكتب الله وما يريد، وإذن التوكل على الله. وأبا الحسن عشان يقول توقع كل ما هو آت، فأنت إذا توقعت التفاؤل فإذن راح يجيك التفاؤل، توقعت الفرح يجيك الفرح مهما إن كان الظرف اللي أنت فيه. قواعد التنمية البشرية بالضبط، قواعد التنمية البشرية إحنا دائما نزرع الابتسامة ونزرع التفاؤل، نحول الأشياء السلبية إلى أشياء إيجابية نستفاد من عندها ونستثمرها، تستمدون القوة لاستمرارية الحياة والقدرة على مواكبة هو هذا دورنا فعلا كل شيء نخلقه إلنا إلى قوة إلنا إلى بي صالح، وطالما إيماننا بالله رب العالمين، طالما الأمر إجا من رب العالمين فهنا تفاؤل. أكيد الله لم يختار إلا ما هو خير وصالح. أحسنتم. إذا يعني ذكرت الدكتورة التفاؤل وكيف أنه يرضى الله سبحانه وتعالى لرضا فاطمة مثلا، وكيف هي هذه الراضية المرضية جعلت من كل صعوبات الحياة أنه مثل قول سيدة زينب الآن ما رأيت إلا جميلة، يعني ترى أمور عظيمة ولكن كانت جميلة. بالضبط أحسنت. نعم. فكيف الآن المرأة وتعيش صعوبات وتعيش ظروف عصيبة حقيقة عندما تفقد زوجها كشهيد في هذه الظروف الصعبة، أو الأم تفقد ابنها وتقوم تكلى به، ولكن كيف يعني تنتهج نهج الزهراء بأن تتفائل منه جعلته مثلا في عين الله سبحانه وتعالى؟ لترى أولا هو لماذا ذهب مثلا للشهادة للدفاع عن العرض والوطن، عندما نقرأ الآيات القرآنية التي تمجد وتنزه وترفع من مكانة الشهيد، عندما نأتي إلى حديث رسول الله وأهل البيت سلام الله عليهم، هم أساسا ذهبوا شهداء، هل انتهت حياتهم أو انتهى ذكرهم عند هذا الحد، ولكن أصبحوا نبراسا ولا زالوا مستمر نبراس حياة متكامل يضيء على كل موالي وكل من يقتدي بهم. إذن عندما أدرك إن هذا الشهيد هو يجب أن يكون بيته مدرسة في المجتمع للتحلي بالأخلاق الحسنة والاستمرار على نهجه الذي استشهد من أجله، هو استشهد من أجل عقيدة. إذن عندما أنفي أنا ما مثلا أقطع هذه السلسلة بأن أسلك طريقا آخر، حقيقة لم أكن قد أتممت الأمانة أو أتممت الرسالة وأديت الأمانة بأن أحافظ على هذه الأسرة. أبنائي هم أساسا وقع عليهم المصاب ما وقع وأخذ من قلوبهم ومن أفكارهم ما أخذ، لا أأتي وأزيد هذه المصاب وهذه المشاكل. يجب أن الزهراء سلام الله عليها كانت بذلك الزمان ترفة الروح وترفة الإحساس ورقيقة جدا ومترفة في كينونيتها في أنوثتها، مع ذلك نراها عندما ظهرت أو خرجت مع أمير المؤمنين وبعده كانت أشجع الشجعان، ولا يقف رجل في وجهها أو يصدها أو يحد من قرارها الذي خرجت من أجله. ردي يا ابنة رسول الله، أحسنت، يعني عندما
قال لها قالت هد ابن عمي او لاكشفن محمد. نعم نعم عندما توسل اليها بان تعود لم يجبرها ولم يحاول اقصائها. حكيمه في تصرفها. اذا لماجت الارض وراجت باهلها. اذا هذه المكانه العظيمه للزهراء عندما اتمت الرساله وهي هل كانت عبوسه الوجه في من ياتين من النساء مثلا عندما ياخذن بمصاب رسول الله صلى الله عليه واله او عندما يواسينها بما حدث لأمير المؤمنين أو لم تكن بهذا الوجه أبدا. إذن علي أن أكون سموحة الروح نعطي الأمان حقيقة عندما أكون مترفة مع من حولي أعطيه الأمان والاطمئنان والقدرة على مواكبة الحياة. يعني أشجع دائما على أنه مثلا يكمل الدراسة أنه يصبح فرد شيء مقبول بالمجتمع يصبح نموذج حي عندما يقول ابن الشهيد فلان يشرف ابن الشهيد فلان. نعم ذكرنا أنه الزهراء كانت حكيمة في تصرفاتها في أحلك الظروف. كيف الآن توصلون يعني فتياتنا أن يتصرفنا بحكمة في بيت مثلا الأب والأم أو يعني أبوها وأمها أو كيف تتصرف بحكمة في بيت زوجها؟ هو المفروض نعكس إحنا الحالة قلنا نعيش الآن. بالنسبة لي أنا أقول لي على الزوج أنه يبدأ بهذا الشيء لأن هي من طرق باب الزوجة فتحت للباب بصدر رحب. إذا هي من دخلت حياة الزوج دخلت وهي حابة هذه طرقة الباب واستقبلتها برحب الصدر. فإذا لازم يكون أنه التنازل من الطرفين والصبر من الطرفين على مصائب الحياة والتعاون من الطرفين وبالتالي راح يصير الحب بين الطرفين وتعيش تكون الحياة بيناتهم جدا سلسة وبسيطة بالتعاون فيما بينهم. فأنا أوصي الطرفين والمرأة بحد ذاتها هي كائن رقيق ومطيع على الزوج لأنه هي من وافقت على طلبه إذن هي مطيعة إلى وأقبلت عليه بحب فتستاهل أنه ممكن أن يحضنها ويأويها حتى تكون هي إلى أم مثل ما أصبحت فاطمة الزهراء أم وأبيها. نعم بالفعل أنا أقول في ضمن هذه العولمة وهذا الانفتاح على العالم الآخر ويعني كثير من الثقافات دخلت على الشباب الآن هل أين هي الزهراء في عقول الشباب وفي قلوبهم؟ أحسنتم. كما فعل الطرف المقابل عندما صنع نموذج يشغل الفتاة الشرقية أو المسلمة أساسا بأن تكون منشغلة ومتوجهة توجه تام إلى تمثيل وتقليد هذا النموذج. علينا أن نعمل جاهدين على إحياء الزهراء سلام الله عليها بأن تكون نموذج مقبول وملبي لرغبات كشابة. هل الزهراء كانت متعسفة مثلا أو متعجرفة أو تنطق مثلا مصطلحات قاسية أو صعبة؟ لم يكن لها أسلوب معتدل، لم تكن مثلا تقوم بواجباتها الإلهية أو الأسرية، لم تكن تحب أمير المؤمنين، كانت مخلة بتربية أبنائهم، حاشا لمقام الزهراء أن تكون بكل هذه الأمور. ولكن عندما نتابع حياتها وعلاقتها بأمير المؤمنين سلام الله عليه وعلاقتها بأبنائها نجد أن هي نموذج أمثل يحتاج جميع الجنس البشري تطبيقه ليس فقط على النساء. وهي النموذج الأكمل. نعم معصومة سلام الله عليها ولم تقتصر العصمة. هذا دليل رباني حي بأن يقول أن المرأة عليها نفس واجبات الرجل، لم تكن بأقل من الرجل حتى يصطفي الله رجل مثلا بالإمامة أو العصمة ويترك المرأة. أحسنتم. هي المحور من جعل بها الذرية. أحسنتم. إذن في ختام لقائنا أشكر الدكتورة مريم الياسري دكتورة في العصور الوسيطة للعصر الأوروبي الوسيط وأيضا الدكتورة أسراء العاصم دكتورة في التنمية البشرية. شكرا جزيلا لحضوركم ومشاركتكم في برنامجنا وأيضا الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام لحسن المتابعة والإصغاء. كنا نعيش في هذه اللحظات بوميض بسيط من حياة الزهراء. نأمل أن يكون هذا الوميض بداية لنا لأن ننطلق من جديد إلى عالم النور عالم الزهراء عليه السلام. في أمان الله.